يا مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا مناح وانتم عم تتابعوا هذا الستوري او هذا الفيديو. حابب اتشكركم على 100,000 مشترك او متابع على يوتيوب. شكرا على دعمكم، شكرا على ثقتكم، شكرا على محبتكم، ما راح انسى خيركم، شكرا لوقوفكم الى جانبي، شكرا لكل شخص دعمني ولو حتى بمسج او كومنت بسيط، لانه كومنتاتكم كتير بتعني لي وهي اللي خلتني اوصل لهالمرحلة اليوم. مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. من بعد عودته من سفرته لتركيا، قرر احمد ابو الرب السفر لدبي هاي المرة، فشارك هالستوري هات. اوكي، كثير منكم عم بتحذر ايش البلد اللي انا حسافر عليها، والبلد اللي حسافر عليها هي دبي. تمكن ابو فلا من تخطي حاجز 9 مليون متابع على يوتيوب وبسرعة كتير فائقة، فعم بيحضر حاليا لمفاجأة جديدة وكتير كبيرة بمناسبة تخطيه لهذا الرقم واقترابه من 10 مليون مشترك. الف مبروك لابو فلا. ما في وقت اني اقعد افكر كتير، انت ما تدري يمكن بعد 3 ايام تدخل 10 مليون. لهذا مقطع 9 مليون يا جماعة راح يكون مقطع جبار بإذن الله الواحد الأحد، اللهم اجعله خير يا رب. قاعد اشتغل المقطع، ان شاء الله يكون مقطع خرافي بإذن الله. راح ينزل. اعلن احمد النشيط عن الحلقة الثالثة من وثائقي انس واصالة اللي راح تنزل قريبا، حيث صرح انها راح تكون حلقة مختلفة وراح نعرف حقائق عن انس واصالة ما كلنا نعرفها من قبل. نهاية الشيء اللي حاب اقوله ان انا ويا هاني ما قاعد اخلي هاني ينام صراحة، قاعد اشتغل وياه، قاعدين نسوي شيء. الحلقة الثالثة راح تكون مختلفة عن الحلقة الاولى والثانية، وراح تكون فيها أشياء كثيرة ما عرفتوها من قبل، أشياء جديدة، أشياء. اختفت نور ستارز لفترة كتير طويلة من على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى قلق كتير كبير من طرف المتابعين، والسبب كان كتير مجهول. فرجعت نور قبل ساعات وشاركت ستوري وعلقت حينزل فيديو اليوم كله دموع، أنا بخير حاليا لا تخافوا، بس بالفيديو ما كنت بخير. شو برأيكم حيكون السبب؟ اكتبوا رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.